حلقة جديدة من صدى الأقلام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة وكالمعتاد نرصد أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في إندبندنت، انقطاع تام لمنظومة الكهرباء في العراق وتوقع انفجار احتجاجات واسعة. في موقع الهيئة نت، الجهات الحكومية تلتزم الصمت إزاء انقطاع الكهرباء المتواصل في العراق. في العربي الجديد، الأمن العراقي يحبط هجوما لاستهداف مطار بغداد بصواريخ جراد. في الشرق الأوسط، واشنطن تتهم الحرس الثوري الإيراني بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا. في القدس العربي، رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بعملية برية والتوتر يعود إلى حدود غزة. في الخليج الإماراتية، القضاء اللبناني يبدأ ملاحقة سياسيين وأمنيين في قضية انفجار مرفأ بيروت. وفي الرأي الأردنية، ملتقى الحوار الليبي يفشل بالتوافق على آلية إجراء الانتخابات. بيّنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخراً على مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق، بيّنت أنه يعكس خطة الإدارة الأمريكية لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية بدلاً من شن هجوم عسكري. الصحيفة تقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الماضي بشن غارات جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا أظهر كيف تخطط الإدارة للتعامل مع الهجمات على القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة. ووفقا للمسؤولين، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة حتى لو لم يقتل أو يصب أي عسكري أمريكي. وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحيفة، تقع على عاتقنا مسؤولية إثبات أن مهاجمة الأمريكيين لها عواقب، وهذا سواء تسببت تلك الهجمات في وقوع ضحايا أم لا. وبحسب الصحيفة، تمثل هذه الرسالة التي تم نقلها إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية تحولا في السياسة بعد عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ففي عهد ترامب وضعت واشنطن خطا أحمر مختلفا، قتل الأفراد الأمريكيين من شأنه أن يؤدي إلى رد عسكري أمريكي. ويعتقد كبار المسؤولين في إدارة بايدن أن السياسة لم تفعل شيئا يذكر لردع موجة الهجمات الصاروخية غير المميتة على المنشآت الأمريكية في العراق التي زادت بشكل كبير عامي 2019 و2020 بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض العديد من العقوبات على اقتصاد طهران. الصحيفة ترى أن السياسة الجديدة المصممة لردع الهجمات الفتاكة وغير المميتة تثير تساؤلات حول ما الذي سيوقف الضربات المتبادلة من الخروج عن نطاق السيطرة، وكيف تعمل مثل هذه المناوشات على تعزيز هدف إدارة بايدن النهائي المتمثل في سحب القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وفقاً للصحيفة. لم يقصر الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة ترضية النظام الإيراني وإلغاء الكثير من عقوبات ترامب الخانقة، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي لم يترك له خيارا سوى شن ضربات جوية على معسكرات الميليشيات على الحدود السورية العراقية. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن خامنئي طمع بأكثر مما يستطيع بايدن أو غيره أن يعطيه، وتمد إلى أبعد الحدود في هجمات التحدي والمشاكسة والتحرش التي أصبحت تحرج الإدارة الديمقراطية. لعل أكبر أخطاء النظام الإيراني أنه بهجماته الغبية هذه يتوهم أنه قادر على طرد أمريكا من العراق ثم من شرق سوريا وإجبارها على ترك طريق هلاله الشيعي الفارسي مفتوحاً ذهاباً وإياباً من طهران إلى بيروت عبر خطي نينوى والأنبار، برضاخة أو بعدم رضاخة مقابل تسهيل مهمة الرئيس الأمريكي في مفاوضات فيينا
ومكافأته باتفاقية نووية يريدها ويتلهف لتوقيعها، ولكن دون تعديلات جوهرية، وبعد رفع جميع العقوبات والانتظار إلى حين التأكد من رفعها كاملة ودون مماطلة. ينسى المرشد الأعلى وأعوانه أن أي رئيس أمريكي سواء كان بايدن أو ترامب أو غيرهما لا يملك القدرة على إخلاء الساحة العراقية تحديدا لإيران ولا لغيرها، لا الآن ولا غدا ولا بعد عمر طويل. وتأتي الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت ميليشيات تابعة لإيران على الحدود العراقية السورية لتكون رسالة أمريكية متشددة للقيادة الإيرانية تنبئها فيها بأن صبر الإدارة الأمريكية يقترب من النفاذ، وقد تضطر إلى العودة إلى عصا الرئيس السابق دونالد ترامب إن لم توقف فورا ونهائيا تحرشات ميليشياتها بالقوة الأمريكية، وأن تكف عن المماطلة في فيينا، وإلا فإن الردع العاجل والمؤذي سيكون هو لغة الحوار المعتمدة في الفترة المقبلة. ويختتم الكاتب بالقول إنه بطبيعة الحال فإن التصعيد يستتبع التصعيد، ومن المتوقع أن يفقد بايدن كليا ونهائيا آخر آماله في جعل الولي الفقيه يجنح إلى المفاهمة فيرتدي مضطرا عباءة خصمه ترامب، وقد يكون أشد ضراوة وأكثر قسوة من ترامب على النظام الذي خسر الخيط وسيخسر العصفور في النهاية. استبق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي انعقاد القمة الثلاثية في بغداد للتأكيد للعرب بأن العراق منطقة نفوذ إيراني، فوقف هاتفا ومذكرا من طهران حين قال: أيها الشعب العراقي، إن لحمنا لحمكم ودمنا دمكم. دكتور مثنى عبد الله يتساءل في صحيفة الميثاق الوطني: هل سينجح العرب في استعادة رمحهم الذي ضيعوه؟ وهل بإمكانهم إعادة خلق أو إغلاق مصراعي بوابتهم الشرقية فيوقف الرياح الصفراء المقبلة من طهران؟ يقينا أن أي لقاء قمة عربي وعلى أي مستوى كان سوف يشكل إنجازا تحتاجه الأمة في الوقت الراهن، لكن ما يجعل هذه اللقاءات والقمم جديرة بالاهتمام والاحترام وذات جدوى هو أن تكون مدفوعة بإرادة عربية وليس بإرادات قوى دولية وأجندات خارجية. لقد امتنع العرب عن الانفتاح على العراق منذ عام 1990 بإرادة أمريكية غربية، وساهموا في الغزو وفق تلك الإرادات أيضا، لكنهم لم يحصدوا من غزو واحتلال العراق غير التهديد لأمنهم بعد أن اجتاحت إيران البلاد وتحركت حدودها إلى حدودهم وتحكمت به أذرعهم وباتت صواريخها تنطلق من أرضه عليهم. ومع ذلك لم يسمح الأمريكيون لهم بالانفتاح على العراق إلا عندما وجدوا أن هذه الأرض باتت منصة للانطلاق ولتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، فهل يمكن استثمار هذا الانفتاح ليصب في صالح العراق والأمة قفزا على الإيرادات الدولية؟ نعم يمكن ذلك، شرط أن تكون هناك استراتيجية عربية بهذا الشأن. ولكي تكون هذه الاستراتيجية المصممة لاستعادة العراق ناجحة لابد أن تكون هناك سيطرة كاملة على مكونات النجاح، أي مستوى النجاح وعوامله وعناصره يجب أن تكون تحت يد الزعماء العرب وليس تصميم استراتيجية عربية لإنقاذ العراق عوامل نجاحها في يد الولايات المتحدة والغرب. الكاتب يضيف أن ما يخشى منه أن زعماء القمة ليس لهما الخيار فيما يحصل في المنطقة، إنما الإرادة الحقيقية في ذلك هي لدى واشنطن التي تقود هذا الحراك. ومع ذلك يبدو أن هنالك مشاريع عدة لفكرة إحداث نوع من التوازن العربي في الداخل العراقي، بحيث لا تبقى إيران هي المسيطر في المشهد العراقي والأكثر نفوذا فيه. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا للكاتب باتريك كوك بيرن تحدث فيه عن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد الذي وصفه بأيقونة التورط في مستنقعي العراق وأفغانستان. وأشار الكاتب إلى رأي الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون برامسفيلد، حيث وصفه بحسب وثائق فضيحة ووترغيت بعديم الرحمة. وظلت مسيرة رامسفيلد ناجحة في واشنطن إلى أن وقعت حرب العراق التي أكدت حكم نيكسون عليه.
الكاتب أوضح أن رامسفيلد كوزير للدفاع ما بين العام 2001 و2006 حاول تمجيد دوره في انتقام أمريكا لهجمات 11 سبتمبر، إلا أن غطرسته وعجزه للتكيف مع الواقع في كل من العراق وأفغانستان أدى إلى الإحباط والفشل في ساحة المعركة. ورغم محاولته تجنب تحمل المسؤولية عن حرب العراق، لأنه أصبح الرمز الحي للتورط الأمريكي في المستنقع. ورد رامسفيلد على هذا بمنع الموظفين في البنتاغون من استخدام كلمة مستنقع إلى جانب مقاومة ومتمردين. وبعد ساعات من هجمات القاعدة، أخذ رامسفيلد بالبحث عن طرق لاستخدامها كمبرر للهجوم على العراق، وأرسل رسالة إلى الجنرال ريتشارد مايرز نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، طالبا الحصول على أفضل المعلومات سريعا والحكم إن كانت كافية بالقدر الكافي لضرب صدام حسين في نفس الوقت وليس أسامة بن لادن فقط. ويشير الكاتب إلى أن وزير الدفاع الأسبق حاول في مذكراته تجنب تحمل المسؤولية عن شأن حرب العراق، وزعم أن بوش لم يسأله أبدا إن كان معها أم ضدها، وهذا مبرر غريب لأن رامسفيلد كان يلتقي وجها لوجه مع بوش ويقود القوات الأمريكية، مما يعني أنه المسؤول عن توجيهها ودعمه للحرب. باتريك كوكبيرن صاحب المقال في إندبندنت يشير إلى أن رامسفيلد في محاولته لتبرير الغزو وعدم الكشف عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة قدم كلاما غريبا عن الحقائق المعروفة وغير المعروفة، وحظي في هذا الكلام بإعجاب، لكنه أخفى الحقيقة المعروفة أن غزو العراق وتغيير النظام فيه سيؤدي إلى حرب طويلة وأزمة سياسية. قال موقع الدهيل الأمريكي أن مجلس الأمن سيواجه في أقل من أسبوعين خيارا حاسما قد يكون خيار حياة أو موت لملايين السوريين، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرار المجلس الذي يأذن بتقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا في 10 من الشهر الجاري. وطلب الموقع مجلس الأمن بالتصويت لتجديد القرار رقم 2165 الذي يسمح بفتح 4 معابر حدودية لاستخدامها في تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا. الموقع أوضح أن العملية الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بمنزلة شريان الحياة الذي لا يمكن تكراره بالنسبة لما يقرب من 4 ملايين شخص شمال غرب البلاد، نصفهم نازحون يعيشون في ملاجئ مؤقتة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري إلى حد كبير لمدة 10 سنوات ويجب تغيير ذلك. وأضاف الموقع أنه سيكون من غير المقبول لأعضاء مجلس الأمن عدم زيادة عدد المعابر الإنسانية إلى سوريا في وقت زادت فيه الاحتياجات الإنسانية بنسبة 21% ما بين عامي 2020 و2021. وأشار إلى أنه بدون عمليات عبر الحدود وتوفير الإمدادات الطبية والأدوية فلن تتمكن العديد من هذه المرافق بما في ذلك أجنحة الجراحة ووحدات الأطفال حديثي الولادة من العمل. وأضاف أن استخدام حق النقض الفيتو ضد تجديد القرار سيكون غير إنساني، مثل حكم الإعدام لمن هم في أمس الحاجة إلى رعاية طبية. وأوضح أن أزمة كورونا خلفت احتياجات جديدة سيكون من المستحيل معالجتها بدون عمليات المساعدة عبر الحدود، وأن هذه لحظة حرجة حيث تشهد سوريا موجة ثانية من الجائحة منذ مايو أيار الماضي تضاعفت خلالها الإصابات تقريبا شمال غرب البلاد، ويعتبر أن أزمة سوء التغذية المتزايدة أحد المخاطر الصحية الرئيسة الأخرى التي يتعرض لها السكان. وختم موقع ذا هيل تقريره بالقول إن تدخل المصالح السياسية والجيوستراتيجية في توفير المساعدات وإيصالها ساهم في تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وصفا ذلك بأنه أمر مستهجن وغير مقبول. يعيش لبنان حالة سقوط حر إلى هاوية يبدو أنه لا قعر لها، خصوصا في ظل انسداد كل آفاق الحلول السياسية والاقتصادية بفعل الخلافات السياسية التي لم تفلح الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد في تحييدها عن مسار المحاصصات الطائفية والمذهبية الضيقة. حسام كنفاني يقول في صحيفة العربية الجديد إن الجميع اليوم يترقب شكل الارتطام المقبل ليتم على أساسه البحث عن طريقة لن تكون سهلة للصعود من جديد في حال كان ذلك ممكنا.
قد يأخذ هذا الارتطام أشكالا مختلفة، من الممكن أن يكون أقربها الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذية، غير أن هذا الارتطام لا يبدو قريبا، فالخلاف السياسي الطائفي المذهبي بات أكثر تعقيدا من السابق، خصوصا أن هناك مخاوف من تبعات شعبية لأي قرارات اقتصادية من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة. نوع آخر من الارتطام قد يكون على شكل فلتان أمني يتدحرج إلى ما يشبه حربا أهلية، وهو ما بدأنا نشهد ملامحه في أكثر من منطقة، خصوصا ما حدث في طرابلس في الأيام الأخيرة من مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية. الأمر قد يتجه إلى مزيد من الفلتان الأمني مع زيادة الاحتقان بين المواطنين ذوي الدخل المحدود، والذين ربما يلجؤون إلى عمليات سلب ونهب لتأمين قوت يومهم، وهو ما بدأ فعليا يحصل، لكن لا يزال على نطاق ضيق. إعلان الإفلاس قد يكون شكلا ثالثا من الارتطامات المرتقبة في لبنان، هو إفلاس قائم فعليا، غير أنه لم يعلن رسميا بعد، فالدولة أعلنت عجزها قبل فترة عن سداد الديون، وهي تجاهل لتأمين الاعتمادات لاستيراد المحروقات أو الغذاء من الخارج، وهو ما فاقم أزمات الكهرباء والوقود والدواء، وخلق طوابير من المواطنين عند منافذ البيع لتأمين احتياجاتهم. وبحسب الكاتب، فإنه أمام سيناريوهات كهذه يبدو أن سقوط الحر للبنان سيستمر، وتداعياته ستكون كبيرة على اللبنانيين الذين بات جزء كبير منهم تحت خط الفقر، والباقي ينتظر دوره مع التهام المصارف ودائع من يعرفون بأنهم أبناء الطبقة الوسطى الآيلة للاختفاء حاليا. في ابتكار عرضاه خلال معرض برشلونة للأجهزة المحمولة، طور زوجان إسبانيان نظارات متطورة لتمكين ابنهما الذي يعاني من ضعف البصر بسبب مشكلة في العصب البصري لتمكينه من تدبر أموره بنفسه. وفي عام 2017 أنشأ مهندس الكهرباء الإسباني جاومي بويغ مع زوجته الطبيبة كونستانزا لوسيرو شركة بيلي جلاسز التي سمياها تيمنا بابنهما، غير أنهما طورا ابتكارهما الجديد للنظارات هذا العام. ويشبه الجهاز الذي طورته بيلي جلاسز خوذة للواقع الافتراضي أو لألعاب الفيديو، وهو يستخدم تقنيات الرؤية الثلاثية الأبعاد والذكاء الصناعي والواقع المعزز لعرض نصوص وصور وفيديو فوق الصورة الفعلية لتمكين الشخص من رصد العوائق أو قراءة اللوحات على الطريق. وحاز المنتج على موافقة الاتحاد الأوروبي، وسيطرح هذا العام في أسواق إسبانيا والدنمارك بسعر 4900 يورو لزوجي النظارات اللتين يتعين ضبطهما حسب حاجات كل مستخدم. الآن نتابع الكاريكاتير. نهاية الحلقة، نلتقيكم بكل خير، إلى اللقاء.